قديش قيمة C اللي إذا حطيت عليها فولتج مقداره 120 فولت، مش عليه الفولتج 120 فولت، هيو 120 فولت عليه. What is the value of C when subjected to a voltage of 120 volts AC will produce؟ مش هيك؟ هذا هو السؤال. مش نقدر نحط انه V تربيع على 100% Z C يساوي 297. احنا بنقول عادة P بتساوي V سكوير على R بتساوي I سكوير في R، مش هيك؟ بنفس الطريقة بقدر أقول إنه Q بتساوي V سكوير على X C أو تساوي V سكوير على X L أو تساوي I سكوير في X C أو تساوي I سكوير في X. هذا القانون بيشبه هذا القانون، بس هذا real power وهذا reactive power. هون إيش حطينا؟ reactance. هون إيش حطينا؟ هون حطينا power، هون حطينا reactive power. فالقانون اللي ممكن استعمله بالحالة هاي V هي المعروفة. هل انا عارف الكرنت اللي مار هون؟ انا اللي متأكد منه الفولتج، انا عارف الفولتج مش هيك؟ فالقانون اللي افضل استعمله هو V سكوير على X. V 120 فولت، Q كاباسيتر يساوي 100 بطلع XC. XC ايش هو؟ ايش سميناه؟ ايش اسمه؟ رياكتنس، كاباسيتيف رياكتنس. ايش وحدته؟ اوم. اوم زي ما وحدة ار اوم، زي ما وحدة ار اوم. قديش تطلع اكس سي؟ 248.4. اوكي، هلا وصلنا لمرحلة عندي اكس سي بس لسه ما خلصنا. ايش المشكلة عندي؟ واحد على اكس سي تو باي اف سي، مش هيك؟ 48.4 تساوي 1 على 2 باي 60 في سي. الوحدة هون بدها تكون فرق 48.8 على 2 باي في 60 0.128. اضربها في 1000 تعطيني 128 ملي فارد. اوكي، رقم كبير، هو رقم كبير. اوكي، كاباسيتنس رقم كبير. بس المفروض تكون واحد على كل هذول، يعني 48.4 المفروض تكون تحت. غلط الحساب اللي حسبناه، مش هيك؟ عشان هيك الرقم كبير طلع. C بتساوي 1 على 48.4 في 2 باي 60، مش هيك؟ هذا مضبوط؟ ايوه. قديش القيمة؟ 5.4 ضرب 10 قوة سالب 5 هذا منطقي أكثر الرقم 54 مايكرو فرد، مش هيك؟ مزبوط؟ مش حكيته تم 10 to the minus 5 مزبوط؟ صار 10 to the minus 6.